حطتها البنوك او حطاها البنوك للتعامل مع الموبايل، مع ابلكيشن الموبايل. ده صحيح، لازم التزم بيها، ده اللي لازم نقوله للناس. هو طبعا ده لازم، ولكن في نقطتين مهمين. فكره ان انت تستقبل مكالمه من حد يطلب منك بياناتك، انا لا مش بتكلم ده موضوع بقى. انا هنا بتكلم أي على جهة. انا طب هل ممكن حد يخترق الموبايل بتاعي ويستخدم؟ ما هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، حتى انت لو اخترق الموبايل بتاعي وحاول يستخدم الابلكيشن، هيعطل عند خطوه اسمها او تي بي، وان تايم باسورد، بيجي في رساله على الموبايل. تمام. فبالتالي لازم بقى يكون اللي داخل ده داخل بيشوف الرسائل وبيشوف الابلكيشن، يبقى يعني انا كده نايم بقى. ما هو انا وانا بكلم حضرتك، لو انا بكلم حضرتك وانا اللي بعمل معاكي كده وانا النصاب، هيجي لحضرتك رساله اثناء المكالمه من البنك تقول لك ده في مبلغ بيتحول وده او تي بي التحويل. تمام. لما حضرتك تديني الكود، البنك غلطته ايه في القصه دي؟ البنك عمل لحضرتك كود عشان تعملي القصه دي، محدش يقدر يحول من غيره، بيجي لك رساله. البنك قايل ما تديش بياناتك لحد. البنك قال اي رقم غريب يكلمك حتى لو كان رقم البنك، محدش بيطلب البيانات، هيعملوا بالظبط على التليفون. هيعملوا ايه تاني؟ صحيح صحيح. فهي في الاخر بتبقى استدراج للضحيه وقله خبره من الشخص صاحب. ما هو احنا محتاجين ننبه يعني اللي عنده قلة خبرة ده، لانه مش كلنا شاطرين تكنولوجيا، مش كلنا عارفين نأمن ابليكيشن بتاعنا. يا فندم الابليكيشنز مؤمنة، هي القصة ان هو بيستدرجه، بيخلي الضحية يقوم بكل خطوات التحويل تحت مسمى ان انا بنتمي للبنك ده او بنتمي لشركة الاتصالات او بنتمي لاي جهة. يعني انا علشان احافظ او انا علشان فلوسي ما تتسرقش من على حسابي من الابلكيشن. ايوه اقول لهم لحضرتك خطوات. نمره واحد، أوكي. اي حد يكلمك يطلب منك بيانات تحت مسمى اي جهه ما تدلوش بيانات. اي أو حد بلغ يطلب منك كود ما تدلوش كود. تمام. اي حد يطلب منك التفاعل على اي تطبيق سواء كان شركه اتصالات او بنك او اي حاجه للقيام باي اجراء، ما تعملش الكلام ده. كويس. اقفل السكه واتصل انت برقم البنك، اساله هل في حاجه مطلوبه مني اعملها، ايه اقرب فرع اروحه. تمام. دي امن طريق. تمام. طيب برضو لكن مفيش حاجه في الموبايل اقدر اعملها؟ لا طبعا في الموبايل حضرتك تقدر تعمل حاجات كتير. تبقى حاطه باسورد على الموبايل، الباسورد دي ما تبقاش 1 2 3 4 5، تبقى باسورد كويسه. حضرتك التطبيقات معقده بالظبط كده، ده احنا كلنا بندور على اسهل حاجه عشان ما ننساش. السهل على حضرتك سهل على النصاب طبعا. الحاجه الثانيه، ما اعملش اي معاملات بنكيه من خلال واي فاي فري في كافيه او في مكان انا قاعد فيه عام. لا استنى الجزئيه دي، لا الجزئية دي في غاية الأهمية، قولها تاني بعد إذنك. ما اعملش أي معاملات.